حالي مهندس أركان حرب رئيس شركة المستقبل للتصاميم الهندسية في بغداد. تخرجت من جامعة بغداد كلية الهندسة سنة 83. قصة نجاحي بدأت مشروع اللي تخرجت من خلاله كان عبارة عن تصميم ملعب كرة القدم. أعجب بي القائمين على نادي الزوراء، بعدها تحول إلى حقيقة بعد سنة من التخرج عند جسر الصرافية، قريب من جسر الصرافية. من بعد هذا النجاح تلقيت هواية عروض من شركات أجنبية وعربية إنه أعمل وياهم، بس أنا رفضت كل هاي العروض لأن قررت أخدم هذا الوطن بمرحلة مهمة من تاريخه. بعام 1988 نجحنا أني وزملائي برسم أفضل خريطة هندسية لمترو بغداد اللي كان بوقتها الأكبر بالوطن العربي. على أساس هذا النجاح أسست أني وزملائي بالشركة اللي وياي الخاصة بالتصاميم الهندسية، كان هذا بعام 91. والحمد لله بعد 10 سنوات من المشاريع الناجحة أصبحت شركتنا أكبر شركة، مو نقول إحنا أكبر شركة بس الأكبر بالمنطقة، من مشاريع الكبيرة برج أبو جعفر بمنطقة المنصور تعرفوا كل الزين، وتصميم المتحف العراقي بمنطقة العلاوي، وتوسيع مطار بغداد الدولي، ومجمعات سكنية ومولات جميع أنحاء القطر. احنا هسه دا نشتغل على مشروع سميناه المنطقة الخضراء بالاشتراك مع علماء عراقيين كبار، وهو عمل مدينة كاملة بالطاقة الخضراء بمنطقة أبو غريب، واللي راح ينتهي العمل بها إذا الله شاء 2018 بالتزامن مع استضافة العراق لكأس العالم. في عام 2003 تم تكريمي بالحصول على جائزة نوبل للهندسة وعدة جوائز عالمية أخرى. هذا كان كل اللي حكيته حلمي وأمنياتي، بس بسبب الحروب الظالمة اللي جارت علينا فاللي أترجى أن توقف هاي الحروب الظالمة الجائرة اللي أذتنا وأذت كل المجتمعات المتطورة والمجتمعات الغربية والأوروبية وإحنا منها. رجاءً رجاءً رجاءً.